السلام عليكم دكتور بلال، ازي حضرتك؟ كنا عايزين حضرتك تعرفنا بحضرتك وتعرفنا بالحاجة اللي هتقولها ان شاء الله النهاردة. شكرا اخي عمر. اليوم البرزنتيشن عن المشروع اللي عاملينه مع جامعة قطر وجامعة تيسايد جامعة نورثومبريا. نحن اخذنا funded project من National قطر Foundation. اليوم عم نحاول نشجع الناس يشاركوا معنا بالبنشمارك. عم نعمل بنشمارك، عم نحاول نجمع داتا معلومات قد ما بنقدر عن الرولز عن الكومبتنسيز. عم نحاول نشجع الناس يشاركوا معنا بهذا الريسيرش، وبس نقدر نجمع داتا ونعمل نحللهم ان شاء الله. بدنا نعمل نطور ليرنينج ماتيريال حتى نحاول نساعد البراكتيشنرز بقطر وبال ان شاء الله بالمنطقه لا يقدروا ياخذوا البيم لمستوى اعلى شوي من الموجود حاليا. دي اول دوله حضرتك تدخل فيها في الدول العربيه تعمل الاستفتاء دوت؟ نحن هذا المشروع هو ممول. فهذا اول مشروع ممول نحن بنعمله بالبلدان العربيه. عندنا طبعا مشاريع تانية مش ممولين معموله بشكل فولنتير. عندنا شغل هلا بموضوع الماكرو بيم ادوبشن بمصر مع جامعة بريتش يونيفرسيتي بايجيبت. وعندنا كان عندنا شغل قبل بالامارات بدبي، بس هذا اول مشروع اكبر مشروع ممول نحن بنعمله بمنطقه الخليج. ما شاء الله، بالتوفيق يا دكتور باذن الله. تسلم، شكرا.